أحسن الله إليكم. هذه الأخت تقول السائلة بأنها شابة نذرت لله ألا تنام إلا وقد صلت صلاة الوتر، وأحيانا هي لا تؤديها. والسؤال يا شيخ، هل عليها كفارة إذا نسيت صلاة الوتر ونامت؟ عليها الوفاء بالنذر فتوتر قبل أن تنام. ما دام نذرت أن توتر قبل أن تنام يلزمها ذلك، فتوتر قبل أن تنام. وإذا لم تعمل ونامت قبل الوتر توتر آخر الليل، ولكن تقدم كفارة يمين بدل تأخير الوتر وعدم الوفاء بالنذر. نعم.